بالي جبلي وجبلي يا ماما جبلي حلق الالماس ان شاء الله يلبق لي حكاني شي لا والله زعلني شي لا والله حكاني شي لا والله زعلني شي لا والله وانا لعنده رايحة 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 كلمتين للجميع والحاضر يعلم الغيب. صحيح ابو عبدو غلط لكن عمل اللي عليه وما عاد حدا له حكي معه ابدا. والتانية محمود عندي انا زعيم الحارة ويقدام كل العطوات شوارب محمود الفوال من شواربي. وها إذا هالشوارب عمرها بتنعاب شواربه بتنعاب. الله يجبر بخاطرك يا أبو صغير، روح ربي يوفقك ويخليك لأولادك، الله يحفظك ويستر على ولاياك بنت أمي لباب السما يا رب. إيه فرحي بقى. إيه الله يريحه يلي ريحني من همي، كأنه حمل جمال على ظهري وانزاح. اتنين شاي نفس أرجيلة عجبي عندك. الله يمسيكم بنور النبي يا رجال. أهلين أهلين وسهلين يا محمود. أهلين. والله إنك ابن حلال. عم بقول لحالي ما بقى في شيء يمنعك تزورنا على طول. الله يعزك. أهلين أهلين. خلينا يا شيخ. ودي تفضل يا أبي شريف. عمي أحلى معلم محمود بالحارة كلها. أهلين يا أبو حميد. شرف غالي. أهلين معلم محمود. أهلين وسهلين. تفضل معلم. مساء الخير عمي معقول. أهلين محمود. الله يعزك. لك الله يصفي القلوب يا حق. انا حبيبي احلى كاس الشاي معلم محمود. عوض الشاي حبيبي. شلون عمي؟ الحمد لله والله فقدت له. زدت على الامين نجيب الفولاد. صحيح صفيت القلوب بس طار الدابة. يا وجيه مساء الخير يا محمد. انا ابو خليل. صباح النور. صباح الخير مختار. الله يصبحك بأنوار النبي. أهلين ديبو. أهلين فهلين. صراحة مختار أنا جايك مشان محمود. ليش ما خلصنا من موضوعه؟ خلصنا بس بقيان علينا آخر خطوة. ها إيوة ذكرتني. أصدق أبو طاهر. معلوم يا
يعني مو صفيان علينا غير ناخذ الكلمه من دمه. ان شاء الله اكيد رح يوافق، ما عاد صفي له حجه. ومع ذلك لازم نمشي حسب الاصول. اول شيء لازم نخلي محمود يبعثوا النسوان مشان نعرف راي ابو ظاهر، وساعتها بنمشي على ضو بنوفر على حالنا انا وياك القفشه اذا لا سمح الله ما بده يوافق. كلامك معقول، مع انه الشغله باينه، اكيد رح يوافق. ان شاء الله. يا تقبريني ما احلاكي، لخزيت العين على هالوش البشوش. ربي الهي يوفق من عنده ويطعم كل صاحب نصيب نصيبه. امين يا رب العالمين. ايه ستي ما رح نطول عليك، دخيل عينك يا ام ظاهر، نحن جايينك جايه اهل محبين، وان شاء الله ما بنطلع من عندك خايبين. ان شاء الله يا رب. اسمعي يا بنت الحلال، هالمحروسه فتحيه بنتكم وبدنا اياها، وشوفت عينك كل ما تعقدت من قرني الله سبحانه وتعالى بحلها من عنده. تقولي كانه هالبنت مكتوبه لهالولد باللوح المكتوب دخيل اسمه الرب. اختي ام ظاهر شو قولي؟ توكلي على الله. تكرمي اليوم المساء انا بحكي مع الافندي. طاب الشاي معلم. يا الله يا رب يا كريم. ها تفضل عمي. يسلم وديات دياتك. يا عليم الله عليم الله، ما بتعرف قديش فرحت له هالمحمود. الله الشياد خمير. علم في كلمتين بدي اقول لك اياهم. خير ان شاء الله، هات لنشوف. ليش ما عم يسلمني شغل؟ وليش مستعجل؟ مو لازم تتعلم منيح من الاول؟ ما تعلمها بعاطل. جربني يا عليم الله عليم الله. بنحت الزبون نحت نحت. لك هلا انا مو معلمك، انا عم بقول لساعتك ما تعلمت، فما هي بقى. طيب علمني. ضل واقف على ايديك وانت عم بتشتغل وبتقلي من هون منقص ومن هون ما منقص. لك شلون بدي اعلمك هيك وكل زبون نفس الشكل؟ طيب سلمني كل يوم زبون واحد. ليش زبون؟ بتعلم فيه. طب شو هالحكي سيف؟ تركنا بقى مشان الله. لك شو انا قاعد عندك انطارة؟ بصراحة اخي الصانع بده يتعلم سنين، مو بشهرين ثلاثة ودغري بدق بالزباين. لكان بايش بدي دق؟ معلم على كل حال انا بعرف شو المشكلة. بالعادة الصانع بيشتغل عند الحلاق هو صغير، بس انا هلاق كبير. وشو عمل لك يعني؟ يعني بتقبلها انت ضل عندك طوال هالسنين وانا عم اتعلم؟ لا بديبو انا مو صاحبك. اسمع سيف، صحيتي صاحبي، بس هاي الشغله لها اصولها، يعني شغله بدها طوله بال. هلا بالاول لازم تتعلم الاشي. ها هاي عم ايش دقني؟ لك انت بتعيش دقنك بدقيقه وكانها صحن شوربه. اما الزبون بده هداوه هداوه وايد ناعمه. ايد ناعمه لكن قبلان ايمتى بتسلمني دقن؟ خليها على التيسير، بدك تطول بالك هلا. امرك معلم. بتمون شلونك سيدي هلا؟ ان شاء الله رايق. خير في شي؟ اجوا لعنا اليوم الجماعه وردوا طلبوها لفتحية. بوس ايدك سيدي قبل ما تحكي اولى كلمة، فكر برواق الله يخليك. ما عاد في لزوم لهالحكي يا بنت الحلال، المشكلة انتهت. شو قصدك سيدي؟ قصدي راح العيب وما بقى في سبب للردون، اهلا وسهلا فيهن ايمتى ما بدهم. صحيح الحكي؟ اللي سيدي مشان الله سمعني. Thank you.
ايه ها هي خبريه حلوه. ايه يا عليم الله من سنين ما فرحت هيك فرحه. شفت شلون؟ ما قلت لك شغلي محلوله؟ بس الله يديمه هزقرتي. يلا يديمه علينا، هي خلصنا من مشكله. ولك قليل شو في عنا مشاكل بالحاره؟ هي معك حق فيها. يا علي الحلال، مشكله ابو ياسين الحكواتي لحالها تصير قصه. والله مو قليله. بعدين هزقرتي اكيد ما راح ينسى. وانا مالي نسيانه، صدقني عم هودس في قصته ليل مع نهار. ولا نحن شو لازم نعمل؟ يا سيدي قبل كل شيء لازم نفكر بالجاه. هالمره لازم نطالع له جاهه كبيره. جاهه كبيره والله جبتها، بس يا ترى مين رح يطلع معنا؟ السلام عليكم ابو خالد. اهلين سهلين. مرحبا ابو خالد. يا هلا باحلى زعيم. يعطيك العافيه ابو خالد. اهلين مختار. ها هي جاهه بترفع الراس. يلا لا يحرمنا من هون كباريه الحاره. مختار خير ابو خالد؟ شوفي في مانع اطلع معكم؟ والله متمنيها من كل قلبي يطلع جاهه لمحمود. لا ولو يا ابو خالد، ولك انت تاج راسنا شرف. روح الله يطولنا بعمرك يا رب. اهلين وسهلين برجال. بيت اهلين بالزعيم. الله يمسيك بالخير يا ابو ضاهي. اهلين، تفضل سيدي. شرف. السلام عليكم. تفضل تفضل تفضل. اول عمرك. الله يسلمك. شرف. يلا يلا. تفضل. اهلين وسهلين. مرحبا اخي ابو ضاهي. اهلين بيت اهلين بالزعيم. والله تشرفت فيك يا زعيم. اهلين وسهلين. اهلين مختار. شرف لهون. ايه والله اهلين وسهلين برجال. ايه سيدي. اهلين ابو ظاهر. بعد اذن زعيمنا وبلا طول سيري عليك يا اخي ابو ظاهر، نحن جايينك جاها لابننا محمود، ويعلم الله انه كلياتنا بنتشرف بهاي الجيه. الله يزيدك شرف يا مختار. الله الوكيل اني انا اللي شرفت بجيتكم يا جماعه. صدر البيت لكم والعتبه لنا. شو بتريدوا مني هالرقبة سدادي؟ الله يديمك ويخلي لنا اياك. ايه يا ابن الحلال، نحن جايينك ومنتشرف نطلب ايد بنتك المصونة فتحية لابننا واخونا وحبيبنا محمود. بقى شو قولك؟ اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايه سيدي، القول قولكم وبنتنا بنتكم، ونحن منقدم لكم اياها جاري لمطبخكم. والله يوفق. ايه مبروك عمي محمود. الله يبارك فيك. مبروك ابو ضاهر. الله يبارك. مبروك اخي ابو ضاهر. الله يبارك فيك. مبروك عمي. الله يبارك فيك. مبروك ابو ضاهر. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يتمم بالخير. امين يا محمود. الله يبارك فيك عم ابو خالد. سمعونا الفاتحه على نيه التوفيق. يا حي يا قيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا الضالين. للإزاز يا نامي. مرحبا محمود. أهلا وسهلا. مرحبا عيونك. ها هي أحلى قبابة لعيونك الحلوة. ها تكرم محمود. تفضل. يا دودي. مرحبا احمد. اهلين وسهلين. الله يعافيك العافيه. الله يعافيك خليلي. خليلي عينك. بدي شي بيضه ورغيف بس على كيفك. التأمر امر على عيني. ايه سيدي شلون هالايام معك؟ والله دايم الدوم الحمد لله. شايف قديش فرحنا بهالقصه لمحمود؟ كل اهل الحاره مبسوطين. ايه والله مبسوطين له خير الله. وهلأ كمان عم يحكوا بمشكلة أبو ياسين الحكواتي، إن شاء الله تنحل معهم كمان. لك بإذن الله محلولة يا شيخ. إن شاء الله. هذا يا ستي اليوم فقت على بكير وعملت لك دور على هالبيت كله وفتحت باب هالغرفتين المسكرين حتى أعرف شو ناقصني وشو لازم أعمل قبل هالزوازة. والله معكم حق، حاكم الوقت ضيق ولازم تدبروا حالكم. بعدين لا تأخذيني بهالكلمة، الحمد لله المصاري موجودة. وينك؟ اوعي تخلي حالك ناقصة شغلة. اوعي معلوم والحكي بسرك
نحن صرنا زمان عايشين لحالنا ومانا منتبهين على بيتنا لأنه ما حدا عم بيزورنا. بس بكرة تقبريني بتبلش الزيارات وبيبلش هالبيت يشوف الناس والناس بتشوفه. بقى مشان هيك تقبريني لازم أعمل له تعزيلة منيحة. بتكوني عملتي زينة الأعل وأنا أول وحدة بتساعدي. أنت ما بدك إيدي وإيدك بشتغل معك. روحي الله يطول لي عمرك يا رب. ليش هاي نفس أرجيلي عندك؟ شلون أبو عبدو؟ أهلين عم تسمع أخبار محمود؟ عم بسمع. عم يصرف من هالذهبات على كيفه. معلوم يا عمي، لو ما هالحادثة منين كان شاف المصاري؟ بس مثل ما بيقول المتى، مصائب قوم عند قوم فوائد. اي والله يا عمي، مصيبة كبيرة وحلت فوق راسي. 15 ذهبة، ذهبة 18 ذهبة. لك الله بيعوضهم مزبوط، بس الحسرة بالقلب ما بتتعوض أبو عبدو. ولك هو ما بتلاقيه اللي عم يشتري غراض، عم يشتري غراض. الظاهر إنه راح يتزوج بهالأسبوع. شو على باله؟ مصاري موجودة. وينها؟ قدرينا إنه أبو ظاهر راح يقدم له الفرش كله من عنده. المساني، الطواطي، الفرشات، اللحف، من جميعه. شو صفي دخلك؟ صندوق البيرو وشوية أواعي. عليم الله يمكن يعمل عرس أحلى من عرسي. من حق على سيرة العرس. عم يقولوا إنه بده يعمل عرس أكابرني. وقال شو؟ ما حيطالع العروس إلا كاملة مكملة. يا حبيبي مو مثل عرسي من قريبه وشغل الدرويش. لك شو بدك بالحكي؟ والله حكم وحظ بيفلق الصخر. لك ما بكون أبو عبدو إذا ما برجع المصريات على دور بارة. خير. جيت أخذ رأيك بشغلة أبو ياسين الحكواتي. الرجال ضايج كتير، حالته صارت بتبكي الحجر. يعني الأيام ما راح تحل المشكلة؟ صار له 5 سنين سيدي. خليه يحضر بيا الاجتماع. والله مشكلته صعبة كتير هلا أبو ياسين. معلوم صعبة. صحيح شو قصته هذا ديبو؟ يا سيدي هذا كل سبب قصته خناقات النسوان. يا لطيف. بعدين معلومكم خناقات النسوان تنتقل للرجال. لك الزلمه طلق مرته وتجوز غيرها. قام عمه حلف 100 يمين ما يورجيها البنت. حط وصايه وترجى ما في خواص. ولا صفيان مثل الضايق. يا لطيف. مسكين. دخلك قد ايش صار له ما شاف بنته ديبو؟ من سنين طويله. إن شاء الله هلا بيحلوها العضوات وبنخلص من المشكلة كمان. بعمري كله ما اشتغلت شغل مثل هالكاميون. مدري شو بني لك محمود، من فرحتي ما عم بحس بالتعب لك أمي. الله يعطيكي ألف عافية يا أمي. الله يعافيك يا أمو. بس صار عندك أواعي كوميات، يمكن بسنتين ثلاثة ما عاد تشتري شي لا أنت ولا مرتك. لا أمي لا، مرتي تشريها مع جناب، خليها تشتري شو ما بدها وإمتى ما بدها. محمود رح اقول لك هالكلمتين يا مو نصايح قبل الزواج. ايه قولي ابني سامي. انت صرفت اكثر الاصمليات على سيره مرتك، بقى المره ما بتنعطى على كيفها. شلون امي؟ اسمع مني يا مو، مثل ما عم اقول لك المره بني ادم، والبني ادم مثل ما بتعوده بيتعود. لازم تكون مبسوط بحياتك. لما تفوت على بيتك إلك كلمة. مزبوط أمي. المرأة بأول حياتها عروس، والعروس ما حدا بيقلها لا. بتطلب شو ما بدها، بتعمل شو ما بدها، ما حدا بيزعزها. لكن لما بتمر الأيام بتتعود ما بيعود بيعجبها العجب يا أمي. مشان هيك لازم تعودها على كل شي بدك إياه من أول يوم.
هي فهمت انا. ايه وبعدين كملي. ودايم الدوم الرجال القوي مرته بتحبه بتعزه اكثر وبعمرها ما بترفع عينها فيه. القوي شو يعني امي؟ يعني ما بيفرط بين ايديها لانه هي صغيره وضعيفه. بقى شو بده يصير بحالته اذا بدها تمشي على كيفها؟ والله مزبوط. بس انا بحبها كثير لهالفتحيه امي، ماني مصدق انها تصير عندها مني. وانا فرحانه فيها اكثر منك يا ابني. فتحيه عاقله وانا بحبها كثير، والله سبحانه وتعالى اعطانا اياها عطيه. بس انا بدي اياكم تتوفقوا وتسعدوا. الرجال لازم يكون رجال ببيته يا امي. اي والله مزبوط هالحكي يا امي. عليم الله كاني كنت شايف منام وهلا صحيت منه بهالكلمتين نشاتك هذول. حاكم ما كنت شايف قدامي غير فتحيه، وماني مصدق انت تصير عندي، وكنت ناوي ننفذ لك كل طلباتها حتى لو طلبت مني لبن العصفور. لكن لا، مو هيك الاصول. الرجال لازم يضل رجال لحتى يعبي عينه لمرته. هيك بدي اياك يا ابني، شفت شلون؟ روح الله يوفقك ويسعدك. قل لي يا عمو، مو انتوا الاثنين رح تعيشوا بهي الاوضه؟ لا امي لا، البيت كله لها، هي بتنقي الاوضه اللي بتعجبها. اي والله واهلين برجال. اهلين برجال. اهلين مختار. يا هلا. اهلين زعيم. تفضل مختار. الله يزيد فضلك زعيم. يا سيدي، معلومكم انه ابو ياسين صابر من الصابرين، وكلياتكم بتعرفوا مشكلته. بقى بركي الله بيهون علينا، ترضى هالنفوس ومننسى اللي مضى وبنحل مشكلته. هالمشكلة ما لها حل يا مختار. صلي على النبي يا رجال. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. بتسمح لي احكي انا مختار؟ تفضل احكي يا ابو قسام. انا برايي هذا الموضوع منتهي، لانه الطلاق وقع صار من 5 سنين، والزلمة اتجوز وكل واحد راح بحال سبيله. شو صفي عنا؟ صفي عنا موضوع البنت، يا ترى من حقه يشوفها ولا لا؟ هذا هو سؤالنا. طبعا من حقه، اصلا ابوها بيقدر ياخذها. شو هالحكي هذا؟ طولوا بالكم شوي، طولوا بالكم يا جماعه. انا برايي نرجع للقديم شوي، لانه اللي شايفه انه جدا البنت لساته اخذ على خاطره. والدغري انه كلنا منلوم ابو ياسين لانه تسرع. ابو ياسين الا انت ما بتلوم نفسها؟ لوم نفسي يا مختار، بس الله وكيلها كل حق عليهم. شو عم تقول؟ مثل ما سمعت. يا اخي هلا المهم انه هالرجال بيلوم نفسه، واللي مضى مضى. بس لامتى بده يضل ما يشوف بنته؟ ما بده يشوف بنته، بنته تشوفه، يتعرف عليها وتتعرف عليه. الله يرضى عليكم، خلينا نحط على الرحمن براسنا وننهي المشكل. شو قولكم يا رجال؟ موافقين. موافقين سيدي. يا سيدي عفى الله عما مضى، حاجته 5 سنين، البنت كبرت. شو قلت يا رجال؟ يلي صار ما بينتسى يا مختار. بقى شو يلي صار يعني؟ مشكلة وبدنا نحلها، وآخر تبعات؟ أنا برأيي هاي المشكلة ما رح تنحل مختار. أنتوا كلياتكم تعرفوا القصة. أبو ياسين ما خلى طريقة تعتب عليه، لا نفعته واصة ولا نفعه رجاء، ورفع دعوة وكسبها وما طلع بيده شيء. وعسكر الضابطية كل ما راحوا لعندهم على البيت بيدبروهن يا اما بيهربوا البنت. اسمعوا يا جماعه، الكبار لما بيختلفوا بيحلوا مشاكلهم مثل ما بدون، اما الصغار شو ذنبهم؟ شو ذنبها الصغيره لتدفع الثمن؟ يعني معقوله ما عم تفكر بابوها؟ الحياه بتمر فيها مناسبات وعياد، شلون بدها تعيش العمر كله وبدون ما تشوف ابوها، وابوها موجود وعم يشتغل بالحاره نفسها؟ اي والله العظيم حرام. مزبوط حرام. والله شيء بحزن. ايش هو لك زعيم؟ صلوا على النبي يا رجال. الله صلي على النبي محمد. اول باشتان الماضي ما لنا فيها، هذا حسابه عند رب العالمين. لا اله الا الله. الشغله الثانيه، هذا الموضوع انعرض على محكمه واتاخذ فيه حكم شرعي. يعني بالمختصر المفيد، هذا كلام شرع، لهالسبب لازم يتنفذ. اليوم شو من الايام يا رجال؟ اليوم الخميس زعيم. وبعد 3 ايام شو بيكون؟ بيكون التنين. مزبوط مزبوط. عال، بعد 3 ايام البنت لازم تصل لابوها قطع بت.
السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. اهلين وسهلين. السلام عليكم. لوين يا اخونا؟ شو انا؟ تفضل محل محلة. ديبو مو هو؟ لا والله مو هون، عنده اجتماع مع الاعضوات. هيا انا بمحله، امور قصه، قشي، قلع درس، فتح مصرف. قشي؟ هذا المطلوب، شرف نخدمه. بس فكري. انا فكري وما فكري طلع لالا. اهلين. لانه اليوم نقل الزهاز تبع محمود. ايوه. ها شحن اجوا اجوا. اي والله الله يهنيها المحمود. امين يا سلام. شغله مرتبه تمام. مبروك، عطيها العجينه. اوام ماما روحي لزقيها لشو. صلوا على محمد مفعول العيب غير وغير عاليه غير. قبل السلام عليكم. قبل السلام عليكم. قبل السلام عليكم. قبل السلام عليكم. والعريس جاي لكم. والعريس جاي لكم. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. الله يمسيكم بالخير. الله يمسي حارتنا. الله يمسي حارتنا. اللي مشايلة حملتنا. اللي مشايلة حملتنا. حملتنا على الشيخ رسلان. حملتنا على الشيخ رسلان. على محمد مكحول العين غير وغير وعادينا غير. أوه يا صحن إنجاز. أوه يا مجلل بالألماس. أوه يلي بياخد من بيت أبو ظاهر. أوه بضل طول عمره مرفوع الرأس. عريس الزين يتهنى يصبح عليها ويوم ينهى.
ضحيه. نعم يا سيدي. هي بالاخير اتجوزناها يا فتحيه. انا خدامتك سيدي. لك انا بحبك يا فتحيه. حبيبة قلبي انت. انا بوعدك حطك بين عيوني التنتين. انا خدامتك سيدي. لا يا فتحي لا، انت مو خدامي، انت مرتي. مرتي ارعيني، انت ست البيت وتاج راسي. امرك شو عم بياسي؟ جيب لك شي تشرب. بدي سلامتك. لك شو بك متضايق يا رجال؟ هذا تاني يوم من الايام الثلاثه. دعين الله حمدي. على كل حال عامل حسابي ضل طول النهار قريب من البيت. حاكم في قادر يجيبوها باي وقت، وما بدي اياها تصل وما تلاقيني. والله مزبوط، انت لازم ما تترك الحاره بنوب. عليم الله، قلبي عم ينطف على ما اشوفها. يمكن الولد عم يتحرك. يا لحق يتحرك؟ لا ويقوم ويقعد كمان؟ ليش لا؟ اي سعدو، يا سعدو، سعدو. الحمد لله يا أم عبدو، ألف الحمد لله. عبال عندك نزيهة؟ هذا الولد التاسع أم نبيل. إن شاء الله إلهي بيصيروا تسعة بعيون الشيطان. شو نزوها؟ ما قلتي لها مبروك لضرته؟ بلا قلت له. لا ما قلتي لي. ما قلت لك؟ لا ما قلتي لي. مبروك. الله يبارك فيكي. عقبال عندك. عقبال عند ولادي. شو هاد؟ مو زوجتي الكبار؟ عقبال عند البياني. شو قصدك يعني؟ مو قصدي شي، عم بدعي لك بعديه. اي من حرقة قلبك. ام عبدو تقبريني، تطلعي فيني، خلينا فرحانين هلا. قولتك، والله انا فرحانة من جوات صمصيم قلبي. استني لعطيك الحلوان. يلا دخيلك يا ام نبيل، دبريني إن شاء الله. تدبريني دخيل عيونك، شو عامل بحالي؟ لك ايه طولي بالك، بيفرجها الله. نبيل. يو تسلمي لي. لك ما بدي إلا سلامتك، وتقومي بالسلامة كمان، كتر خيرك. قرشي يا رب يا ميسر. شلون هيك؟ تمام. شوي 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 شوي.
حاضر. وي شوي شوي لساعت ايدك قاسيه، طريها شوي. لك اخي دائر مو صحن. حاضر مثل ما بتريد. وي شوي شوي كمان مو تعمس لعمسي، استعجل لك شوي. حيرتني ديبو، خليني اهلي على كيفي وشوف المعلميه كيف. ها 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 شلون هيك؟ تمام. لسه الدقن ما طريت. لا طريت. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول الله يا ربي. يا اخي ما بصير تسمي. شو بيها هي كمان؟ ما بيصير تسمي عزبون. شو بدك تذبحه انت؟ اه مزبوط، معك حق. بسم الله الرحمن الرحيم. رديت سميت. لك اخي هاي الشغله مو مستحبه بمصلحتنا. انا سميت. الله يمضي هالإحلاء على خير. اشتغل اخي اشتغل. حاضر يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اخ شو بك؟ لسه ما بلشنا. لا تكذب الموس على الدقن. هيك مشي تمشي هيك. ها تمشي تمشي. عم اقول لحالي ليش الزباين عم تتجروح؟ قالوا زباين كتار اللي عم تحللوا بغيابي. لا تلبكني هلا. ولك احكي، عم تحلل حدا بغيابي؟ قلت لك لا تلبكني هلا ديبو، خليني اتعلم بدقنك. ايه على مهلك. سيف 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 على مهلك. ليش جاي واحد قالوا عندك؟ بيضة ورغيف. ايوه سيف. قرب يا عيني قرب. يمال بوش يا ابي. ايه خان ما يجي الاوادين. شو عمك ياسين ما بين حدا؟ لهلا ما حدا بين. نعم لك والله خطرت الشغلة. هذا ثالث يوم واللي حكى زكرتي مو غيره. تعرف انا ما عاد هني انهم ما يجوا. انا خايف على البنت يقوم يصير لها شيء. لا 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 تخاف، ان شاء الله البنت ما بيصير لها شيء. بس صار لازم يجوا. بيضة ورغيف. إذا ما جابوها شو راح يصير؟ يا لطيف. يا وجيه. مسا خير زعيم. نسينا. هي مرق ثالث يوم والجماعة ما بين منهم حدا. قديمة. نايم عليها من امبارح المسا. والعمل زعيم. أنو عمل؟ العمل كله خلاص. ما حدا عدله شغل. ما فهمت عليك زعيم. لون امرك زعيم خاطرك. يا عليم يا رزاق يا كريم. اوعى تفتح تمك. اسمع وافهم، بكره الصبح البنت بدها تكون عند ابوها. يا ويلك اذا صلينا الظهر ما كانت واصله. انا قلتلك عم بستناك. تفضلوا. بارك علي الصلاة على النبي. يلا يا رب. حرك انت كمان حرك. يلا يا شباب صبتوا لي العدي. الله يرضى عليكم. ها امرك معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير ابو ياسين. اهلين مختار. خير شو صار؟ لسه ما صار شيء. بحكي ابو ياسين خليه ينطر على الطريق. على الطريق وليش بقى؟ هلا مثل ما عم اقول لك بتعمل. هي القصة ما دخلنا فيها لا انا ولا انت، فهمت بقى؟ على راسي. هلا ببعث وراه لابو ياسين. بس اذا ثلاث ايام مرقوا خلصوا، يا هل ترى نقدر ناخذ البنت بالغصب؟ شي لك قلت لك هذا الموضوع ما حدا له علاقه فيه خاطره. الله معك مختار. بيضة ورغيف. يا فساح يا عليم يا رجاء يا خليل. لا يا جوعان. بيضة ورغيف. ما
صباح الخير زعيم، اثنين اسطنبولي من فضلك. ما عندنا دخان اليوم. امرك زعيم. اهلين عمنا ابو ياسين. لك الشغله بدها طولت بال يا ابن حلال. شو بنا؟ الله يجيب العوائب سليمه. امين يا رب. بس هالمره يا ترى لانت بدي استنى. الله اعلم. بس وينها؟ والله اليوم الحاره كلها مخبوطه خبط. لك ما عاد حدا شاف قدامه يا ابن حلال. ايوه عندها. بقى هذا يا سيدي امبارح المساء لما شاف الزعيم انه هالثلاث ايام مرقوا والبنت ما رجعين، شو بده يعمل؟ قام ضمر. ايه وشو عمل؟ ها ها بعت له واحد من عزوته. امتى؟ اليوم بعد صلاة الصبح. استناه لما طلع من الجامع دق فيه واخذه على جنب. شو قال له؟ قال له كلمتين. ثلاث ايام اللي مرقوا ما راح احاسبك عليهم، بس اليوم يومك. والله كلام. الله يعينه اذا ما بيحط اعله براسه. فما بقى سيدي؟ قام هداك حمل ضرب طريقه ومشي، لا من تمه ولا من كمه. بقى اليوم هو اخر يوم. معناته اليوم يومه. والله بيروحوا. لك شي هالرواية دي بو. شو بها؟ عم تقول الزلمة شافه بعد ما طلع من صلاة الصبح. لك انا احنا كنا بالجامعة. الزلمة كله ما اجى على صلاة الصبح. اه. ايه والله مزبوط. ما شفناه بالجامعة. شو هالحكي؟ عم يقول لك الصبح ما حدا شافه. يعني ما طلع من بيته. شلون هيك لكان؟ ما طلع من بيته. لك يا اخي حكوا معه. ما بيصير هالكلام. الزلمة حكوا معه ما بيصير. لك ويش شافوا؟ ما قلنا لك استنوه بعد ما طلع من الجامع. لك العمي نحن كنا بالجامع. الزلمة كله ما اجى على الجامع. اي بركي كان عم يصلي لحاله. وين بده يصلي؟ تحت الحصيرة. ايه. طيب وين شافوا؟ شافوا قدام الجامع. ها ها انا بفتيه. شلون بقى سيدي؟ هذا يا سيدي ما فات على الجامع. شو كنا عم نحكي؟ ما فات على الجامع. لا اله الا الله، ما فات على الجامع ولا صلى كمان. لكان شلون؟ لك عمي طول بالك اشرح لك. هذا يا سيدي كان جاي على الجامع وقبل ما يفوت حكوا معه. شلون هي؟ اذا هيك معقول. لا زبطت. معناتها ما فات على الجامع. لا زبطت. واحد كسمة واثنين قهوة على كيفك. تعرف أبو قاسي، بصراحة أنا خايف على البنت. ليش بقى؟ خايف ليقوم يصير لها شي بهالدعكة. صار لي 5 سنين ما شفتها. 5 سنين ما عطيتها شي ولا فرحت قلبها بشغلي. ما بدي يكون السبب ضرها مشان اشوفها. طول بالك ابو ياسين، طول بالك. بعد بدي اشوفها. الله يحميها ويدفع البلا عنها. وبعد بدي اشوفها. لك لا يا ابو ياسين، شو بدي اصير يعني؟ وكل الله يا رجال. بعدين انت قاعد بالقهوه. يا اخي ما عاد بدي اشوفها. بعد بدي اشوفها. انا خايف عليها. ما بقول لك انت قاعد بالقهوه، لا تخاف. هاي بنت صغيرة، شو بدها تسرها يعني؟ بعدين الشغلة ما عادت لا بإيدك ولا بإيدنا. شو قصدك؟ المعلم ما هو حق يا أبو ياسين. مين عاد يطلع بإيده شي؟ الشغلة كلها صارت بإيد الزعيم، وكلمته هو اللي بدها تنكسر مو كلمتك. حمدي، أنت روح لشغلك. وأنتوا يا شباب كل واحد يقعد محله. ما سمعتوه؟ كل واحد يقعد محله. وانت الثاني روق ابو ياسين. شبك طاش حجرك. عود لشوف. عود. لك شو هاد يا ابو ياسين؟ مو عيب تبكي بالقهوه؟ لك اشهد الله بانك احلى حكواتي بالشام كلياتها. وكل اهل الحاره سميها لك. لا لك ابو ياسين. لك
لك ابو ياسين، ابو ياسين لك تعال شوفي، تعال شوف مين لك هاي بنتي ماما يسرا. الحمد لله قضت على خير. لك مو معقوله ما يبعتها. الله حيه اسكرتي. والله وكمان غير بالحاره، اذا الضابطيه والحكومه ما طلع بيدهم شيء. يلا يا جماعه يلا كل واحد على شغله. الله يرضى عليكم. يلا كل واحد على شغله. يلا يا كل واحد على دكانته. سلام عليكم. يلا مشونا يا شباب. سلام. اهلين ام نبيل. روحي روحي الله يسامحك. يعني انا اذا ما بدق عليك انت ما بتدقي ولا لانه صار عندك كنة تخليكي تقبريني؟ لا لا على الحكي يا ام نبيل. اي والله ما بصدق امتى اشوفك واحكي معك. دخليك وين عروستنا الحلوه؟ مالي شايفتها من غير شر، شو عم تعمل؟ عم تشطف والله، شايفه ما احلاها شايفه. ايه ما شاء الله، لك الله يبارك لك على هالكنة، نية القلبة. تعي يا ام فتحية، تعي تقبريني، تعي سلمي على دايتك. امرك بس عمي. مرحبا خالتي ام نبيل. يميت اهلين وسهلين باحلى العرايس. يا ام فتحية، انت مثل بنتي. إذا بدك شي لا تستحي مني، أنت قلي لي واسأليني وأنا بجاوبك. كتر خيرك. شايفة قديش تستحي، لساتها صغيرة بعد ما بتعرف شي. إيش وما بتعرف شي؟ خلاص ما صارت عروس. روحي تقبريني، روحي كملي شغلك. روحي أمي روحي. لك الله يسلم نيالك على هالكندة قضية العين. شايفة ما أحلاها؟ بيني وبيني قدموا نضيفية عليم الله ما بتهدى. انبسطي، هي اجا من يشتغل عنك. ما بتخليني امسك غرض. بعدين شو بدي اقول لك، اكلتها قليله كثير، تقولي كانها ما بتاكل. والله مني وانا ما بسكت لها، بقول لها كلي مدي ايدك، البيت بيتك ما بتاكل. ما شاء الله البنت مؤدبه كثير كثير قد ما قلت لك واكثر. بعدين شو عاقله شو سكوتيه، تنبل لسان قد مو خجوله ومربايه، يا دوبك تسمعي صوتها. لك الله يسعدك ويسرك يا ام محمود، والله ان حظيتي بهالكنة خزيت العين. ان شاء الله الهي بكره بتعبي لك كل هالبيت اولاد. امين يا رب. والله ماني مصدق انت شوفن حولي وحولي. انت قبريني ام محمود، اجا زوزه خاطري. مع السلامه. مع السلامه. وينك هون؟ وينك يا بنات؟ الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية أمي. أهلين يا أمي. سكي الأغراض مسكي. ليش تارك شغلك وجاي بالنهار؟ بدي أشوفكم، اشتقت لكم أمي. تشتاق لك العافية، مين حاطط محلك بالمحل؟ رفقاتي أمي رفقاتي. وينك فتحية؟ روحي كلمي الشطف حبيبتي روحي. لاحة لاحة على شطف لك أمي لاحة. وينك فتحية؟ مين زدت يعني ماشية بالحقيقة عاوزة كرنتين. كان يقول هون هون هون. الله. لك شو أسيق؟ كترت المرأة؟ لا ما كترتها، تعلمني مصلحتي. شو هالتسقية هاي؟ صارت شوربة هاي؟ هاي شوربة هاي؟ هاي شوربة هاي؟ شوفها منيح شو هاي؟ تسقية. هيك أحكي. وينها؟ انت لا تدخل شغلتك تشوف زبونات وبس. يا احلى تسقية هي. سيك يا ولد بوشك على البيت قوام عمو مورك. ايه كمان تسقية بامرك. انا وين التومات؟ اشر التوم. شو ها؟ توم شو ها؟ اشره اتحرك. شو هاد سيد؟ ما تأشرتو ما؟ أنا ما بأشرتو. لك أنا ناولني بصري من عندها. أنت فوت خدا. إيش شو الشغلة هاي؟ قلنا بصل توم توم بصل. لك جيش؟ شو خير؟ شو رأيك تستلم أنت محلي هون وأنا بخدم الزباين برا؟ والله منكون عملنا زينة العقل طلع. أنت عيني يا رب. يا الله. اهلين برجال.
لك اخي انت شو قعدك هون؟ قوم اقعد هون. لا هون مرتاح. اخي اقعد هون اريح لك. قوم. لوين روحان؟ اهلين وسهلين، الف صحة وعافية ان شاء الله. هات عنك لقلك. جيش حط لي فول. اهلين وسهلين. بسرعة حط لي فول. حط حمض زيت. هي الزيت. يلا يلا يلا. ها. وين حمض؟ من عندك. اهلين وسهلين. مور يا ابو ضاي. اي خدمة؟ طاسة مي؟ بدي بصلة. بصلي؟ شو كان بصلك تاكل؟ حاجتك هي. عم وين راح الثاني؟ هي منفومة صلحنا له صحنه؟ شو القصة بشي؟ وين راحوا الزباين؟ طفشوا. حبيبي وعيون وسود أما الكحلي رباني.